كانوا مستمعات إذاعة شمس أفام. بربي يا متر سامحني، حتى كان هو شأن معناه لا يخص النجم هذايا، أما فقط على المستوى القانوني هكا ولا فما حالات احتراز وحالات إثارة هكا ولا معناه شكلا نحكيو؟ حقيقة ما كنتش طبع معكم في الحوار، لكن بطبيعة فما حالات احنا جبتنا على موضوع الأجانب خاطر توا جانا القرار نتاع السي اس اس، قعدنا نتسائلوا هل انه كان ينجم يكون احتراز على الفيدو ماتش والا كا معناها نتاع إثارة، قعدنا هكا مفلو شوية. حبت ما ندخلش في أمور ما تعنيش لا، أما القانون شنو؟ القانون فما إثارة وفما احتراز هكا ولا فما زوز حالات؟ فما وضع بالنسبة للإثارة هي تصير بعد المقابلة ووضعياتها محدودة بالنص. خمسة أيام. لا محدودة بالنص، وضعيات اللي تقول تتم فيها الإثارة. واضح. واضح. مثلا. لا 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 ما ندخلوش. الاحتراز الاحتراز. الاحتراز يتاخذ وقت المقابلة ويتسجل على ورق المقابلة. أكاو ما ندخلوش في الأمور متاع ما نعملوش مشاكل النجم وكذا، دوك ومش ناقصين احنا نولي وعاد في مشكلة كبيرة حمودة. خدي تو لك الارتين الوضع سخون. مش محلى من انك تكون واضح. هو لا لا انا سألته بكل معزة ومحبة وكها وفقط بصفته معناه رجل قانوني يفهم في القانون. باه سي قيس، كنت في الاجتماع طبعا وتقرر على مستوى مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تأجيل النظر. تأجيل نظر الاجتماع القادم في مطلب النجم ضد الترجي، وإلا في الفاك تأجيل النظر إلى حين ورود التقارير الأمنية تقريبا. لا هي الرابطة توا طلعنا احنا على البلاغ اللي هبطته اللي فيه المسألة بتاع تأجيل النظر، طلعنا كيفنا كيف الناس الكل، لأن غادرنا مقر الرابطة من بكري احنا بعد ما سجلنا حضورنا برفقة زميلي الأستاذ حمود أبو عزة. بالنسبة للتأجيل ما حددش موعد، هي قالت في انتظار ورود التقرير الأمني اللي نجم يرد الأيامات هذه، نجم يكون الاجتماع الجاي، نجم يكون الاجتماع اللي بعده، لكن هذا هو السبب متاع تأخير أو تأجيل النظر في الموضوع متاعنا اليوم اللي هو انتظار التقرير الأمني. به معناها تقريبا نجموش نحكيو برشا هكا واحنا ننتظروا في القرار. بالنسبه لكم انتم لا نجموا نحكيو، احنا نجم نعطيك وجهه النظر طبعا طبعا يعني هذا هو مش نسلك. احنا بالنسبه لنا استندنا على البلاغ اللي صدر في الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه واللي تقريبا معناها حتى كيف يجي التقرير الامني ما نتصورش انه مش يكون مخالف للكلام اللي طاع تضمين وصلب البلاغ هذا اللي هو لسان حال الوزاره واللي اعطى تفاصيل الواقع كيف ما حصلت اثناء المقابله واعطى عدد المصابين واعطى المعطيات الكل، وبالتالي ما نصورش انه حتى التقرير الامني مش يعطي اضافه كبيره. هذا هو السند اللي استند عليه فريقنا في اعتبار البلاغ يقوم مقام التقرير الامني. الرابطه رات وانه من الاصلح وانها تراسل وزاره الداخليه وتتحصل على التقرير الامني، احنا فوضنا نفوض النظر بطبيعه ما يقلقناش، ننتظروا معاها التقرير الامني هذا كيف يورد وبالطبيعه باش نطلعوا على ما نقولوا عليه وندافعوا على موقفنا كما دافعنا اليوم. النطق الرسمي للنجم الساحلي قيس بن احمد، استاذ حبيت نسلك لهنا، هل انه معناها قانونيا كما البلاغ كما التقرير اللي يورد على الرابطه كيف كيف نفس الصبغه نفس الاهميه؟ احنا تو كيف ناخذوا صفحه رسميه مش نتاع اي جهه، نتاع وزاره الداخليه. ويهبط بلاغ فيه معطيات معينه. ناخذوه في شكل رسمي ولا ناخذوه بشكل نقولوا احنا ما عندوش صبغه رسميه حتى في مسائل خارج الرياض؟ لا لا هو رسمي طبعا، اما التناول وتعاطي نتاع مكتب الرابطه يتعامل مع البلاغات اذا كان هاي الرابطه اليوم قدام امتحان، اذا كان باش تتعامل مع البلاغ كيف وكيف تقرير امني والا باش تعتبروا عنده نفس الدرجه ونفس القيمه كيف وكيف التقرير الامني. هذه وجهه نظرنا، قلت لك احنا بسطنا وجهه نظرنا في الاتجاه هذا، وفي كل الحالات ما يقلقناش كنجم الساحلي وأن الرابطة تنتظر التقرير الأمني. إذا كان هي تحب تاخو المعطيات اللي جات في البلاغ تحب تاخذها في شكل تقرير والتقرير معناها يكون معناها فيه نفس المعطيات هذيك، بالطبيعة ما نجمش نلقاو خلاف ما بين اللي صدر في البلاغ وما بين اللي باش يجي في التقرير الأمني. باهي باش كملك بسؤال ويتفاعلوا معاك الأولاد في البلاتو. انتظاراتكم معناها بصراحه تو اذا كان نحكيو بكل صراحه، النجم الساحلي قديش النسبه اللي يعتبر فيها نفسه على معناها في وضعيه سليمه وعلى صواب؟ احنا ما نتعاملوش بنسب صديقي العزيز. اي سامحني يا منتوما، تو فما امنيات على مستوى جماهير النجم الساحلي وكانوا متاكدين بعد تصريحاتكم بعد البيان نتاع البارح انه باش تربحوا القضيه. باش نوضح لك موقفنا بالضبط. احنا ما نتعاملوش بالنسب وحتى في قضايا عاديه عمرنا ما نعطيو نسب، لكن عندنا موقف قانوني
عيلترا عنده ما يؤسس لك الموقف عندك ما يؤسس له الموقف هذاك اي بطبيعه وما وضعيتك تكون قانونيه والحجاج نتاعو وكل شيء اي بالضبط احنا في تقديرنا ومن منظورنا وانه البلاغ اعطى وقائع ثابت ظلي حتى صفحاته وصور قاعد تداولها فيما بعد على احداث عنه لكن خلينا نتجاوز المساله هذه بالنسبه لنا كيف تهبط وزاره الداخليه بلاغ وتقول فيه راهو عندي 25 عون امن ومسؤول تعرضوا الى اعتداءات بالعنف اثناء المقابله بين فريق الترجي وفريق النجم الساحلي باش ناخذوا احنا البلاغ هذاك من زاويه رياضيه اللي تهمنا على الاقل ما يهمناش في المعتبرات الاخرى احنا شنو يهمنا لهنا لهنا يفسح المجال لتطبيق المجله التاديبيه اللي تخدم بها الرابطة وتسير في المنظومة نتاع كرة القدم التونسي المجلة التأديبية هذه تحكي على ليزانسيدون الأحداث وترتب العقوبات العقوبات كانت واضحة وصريحة في الفصل 56 ونزيد معك أكثر كوني الرابطة راهي اليوم ما هيش باش تعتمد نص مهجور ولا عمرها ما اعتمدته النص هذا النص هذا راهو اعتمدته في عديد المرات السابقة والوضعيات في وضعيات مشابهه للوضعيه هذه وبالتالي نعتبروا انه موقفنا القانوني سليم. باه الترجي الرياضي التونسي في بيانه اليوم يقول لك راهو ما صارتش حتى تجاوزات على المدارج ما عدا اشعال شماريخ ويقول لك انه ايضا وقت اللي احنا صارت لنا معناها طبعا البيان تاع الترجي في سوسه نهار الخميس 23 جوان 2022 تم اقتحام الميدان وتمت مطارده الملاعبيه نتاعنا والاعتداء عليهم داخل مستطيل الاخضر. مما دفع قوة الأمن لخلال الميدان والمدارج من الجماهير وقول لك هذا الكل احنا ترجي وقتها ما عملناش لا احتجاج لا هبطنا بيانات لا أثرنا هو الحقيقة ما طلعتش على البلاغ نتاع الترجي التونسي لكن مش ناخذ الكلام اللي قلته انت مفروض نعطيك اسمي راه عندك البلاغ الاخر معناها لا والله كنا في تنقل احنا تونس ومروحين انا عطيتك جزء منه استاذ مقتطف منه طول نطلعوا لا لزمنا نطلعوا البيان طويل برشا مش اشكال لكن هي الترجي يظل ما لازم تعرف شكون تجاوب مش بتجاوبنا احنا ما قلنا شيء اذا كان يجاوبوا باش يجاوبوا وزارة الداخلية من خلال البلاغ اللي نزلته هي في صفحتها الرسمية بعد المقابل أو البارح تحديدا البارح تجاوبناش احنا ما قلنا شيء انتم كرجال أعلام وكمتابعين عندكم زوز بلاغات بلاغ صادر من جهة وبلاغ صادر من جهة أخرى وانتم أخويا عندكم معناها ما يكفي من الملكة متاع الذكاء وآليات التحليل باش تميزوا الغث من السمين وصحيح من الغلط هل يعتبر الاعتداء اللي صار اللي قالت عليه وزارة الداخلية في الملعب يعتبر في الملعب خويا نحيلكم كالعادة على نص البلاغ اللي يقول أثناء المقابلة وفي الملعب موجود هذا حرفيا في نص البلاغ وبالتالي ما نجمش يكون أثناء المقابلة في محطة النقل ولا بعيد عن الملعب بأميال ولا بكيلومترات أثناء المقابلة يعني صار في الملعب والأحداث هذه في أكروشاج ما بين أعوان الأمن وما بين فئة كما قال نص البيان أو مجموعة من جماهير الترجي هو حرفيا شنو جاء أستاذ في البيان يقول يقول أنه سجلنا وزارة الداخلية البارح سجلنا تعمد مجموعة من مشجعي الفريق المستضيف يعني ترجي الرياضي التونسي ترك المدارج والنزول إلى الأرضية الخلفية للملعب الأرضية الخلفية ما عرفش المقصود منها بها تحديدا من جهة البوابتين رقم 13 و15 وخلع مداخلها ورمي أعوان الأمن بالحجارة وهو من جرى عنه إصابة 25 عون أمن ومسؤول بإصابات متفاوتة استوجبت إيواء أحدهم بالمستضيف وذلك في حركة مجانية ليس لها ما يبررها معنى كلمة في الملعب مش موجودة أستاذ في البيان إيه ما المدارج الخلفية ظلي مش البرة من الملعب ما هيش المدارج الخلفية قالوا الأرضية الخلفية ولا في القاع ولا الأرضية الخلفية الأرضية الخلفية اللي ورا المدارج شو معنى الأرضية الخلفية بالحق ما عرفت إيش الأرضية الخلفية ورا ورا جازومة تيلي ورا جازومة تيلي يمكن الجمهور بش يدخل الفيراج أو البلوت أو الأرضية الخلفية ظهر لي من وراء الجرادان معناها بين الباب البوابة وانت ماشي للجرادان هذيك الأرضية الخلفية الخلفية تمام خطر السؤال بش يكون أوضح بي سامحني أستاذ بربي إذا كان إذا كان لا قدر الله ضربوا 25 أمني داخل الملعب ما شفناهمش ما فماش بث مباشر الكاس عندها 7000 كاميرا أستاذ معناها ها معناتها ولهنا نورمالمون جي بريسيزيون زاد في البيان لأنه فاق شوية معناها في الوقت هذه أمور احنا كنجم الساحلي تتجاوز لا احنا نتناقشوا باللوجيك بالعقل نتناقشوا قاعدين باللوجيك نتناقشوا أو نحيلك على نفس المقابلة اللي صارت في ذهاب المرحلة الأولى بين فريقنا وفريق الترجي وصارت أحداث وصار نزول وصورت التلفزة وصورت الناس الكل ومن بعد تفاجأنا قالك لا حتى ما شاف الشيء هذا ما فماش تقارير على لسان أي
على اللسان تقارير ما راهوش نائب رئيس الرابطه التونسيه لكره القدم قال ما جاتنا حتى تقارير اذا كان لا جوابا على مساله ما شافش حتى حد ما شاف حتى هدف من اللي تحكيوا فيه ولا من اللي يحكي عليه ما على خاطر 25 امني معناتها راهو عدد كبير برشا 25 امني اذا كان مسؤول معاهم مسؤول معناتها ان شاء الله نتمنوا لهم السلامه بالطبيعه وتم نقل واحد طبعا. فيهم لل معناها جات الاسعاف وهزته كذا وهذا الكل دونك مريناش الملعب هذا السؤال اللي احنا حابين نسلوه حتى لثقافتنا والله القانونيه معك 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 اما انتم كيفاش قريتوه معناها احنا قريناه انه في الملعب بلغ صادر على وزارة الداخلية جهة سيادية وعندها الصبغة الرسمية في بلاغاتها وفي تصريحات كيف تقول راهو ضربوا لي أعوان في الملعب ما تقالش في الملعب يا أستاذ هذه المشكلة احنا توا البيان أستاذ البيان ما فيش في الملعب البيان ما فيش في الملعب لا امشي مع أثناء المقابلة نكمل نقرأ ما نقفوش عند أول المصلين معك معك نكملوا نقرأ وين وصلنا وصلنا في الأرضية الخلفية للملعب ايش معناها الأرضية الخلفية للملعب السؤال لنا ولا معيار التمييز هل ترى صارت بعيدة على الملعب ولا خارج الملعب وقت ما حتى حد ما نجم يتكلم إذا كان خارج الملعب في الطريق المؤدي للملعب ولا في محطة النقل ولا محض القاعة الأولمبية ولا كذا أنا كنجم الساحلي نفهمه شوية نعرف أي صحيح هذه تو الكلمة اللي احنا نحب نفسرها إيش معناها الأرضية الخلفية معناها توصل كل من البارح لليوم تحب تفهم شو الأرضية الخلفية أو نحيلك على كلمة أونسانت اللي وردت في عديد المواضع في المجلة التأديبية وفي النصوص المنظمة لكرة القدم في تونس بصفة عامة واعطيني تعريف هو مفهوم الملعب صحيح هو مش كان المستطيل الأخضر صحيح. هم المدارج هم حجرات الملابس هم المانكورات والحرم متاع الملعب يعني حتى كان صارت أحداث عنف يوم نقوله في السيوم من تدخل الحافلة متاع اللاعبين مثلا هل ترى باش نعتبره في وسط الملعب هذيك ولا في الفستيرات ولا البرة من الملعب معناها الاجريسيون هي اجريسيون على الوفيسيال سواء في المستطيل الأخضر حسب رأيك ولا حتى في المحيط الملعب. واضح واضح هذا أستاذ. هو واضح أستاذ باي لحظة حمودة يطلب في الكلمة فاضل حمودة أنا نقول محليها كل كريديبيليتي موجودة في الكرة عندنا مخرج نتفرج على طرح وكأنه طرح موش هذا الطرح لي برابي احنا تفرجنا عليه دو اجوز كازيت ما شفنا شيء دونك المخرج ولا امبليكي في الحكاية اذا هذا كله وقع واحنا ما شفناش صافي دير سي امبليكي لانه كانه غايب على الطرح اون دو اتندي الامن تضرب بي سامحني لحظه برك هل تعتقد انه المرافقين نتاع النجم الساحلي وانه الصحافه بدورها اذا كان جاء لا قدر الله فما 25 في الملعب راه في الملعب مانيش نكذب انا بالعكس انا والله لثقافتي القانونيه نحب نفهم ايش معناها الخلفيه ومفروض راه وزاره الداخليه تعرف الدنيا حساسه ترجي النجم كذا بطوله خويا توضح لي وين بالضبط شنو الارضيه الخلفيه والملعب الخلفي احنا مستنسين هكا في تونس مصطلحات في الخليج الخلفيه والكذا راه فسروا لنا وين باش نفهموها باش الجدل هذا الكل يقف تتصور انت المخرج ضاعت عليه و70 الف فرادس ما شافوهاش فما حتى واحد مش هذا مش هذا برك مش هذا برك ادميتون انا نمشي هذه نقطه اولى النقطه الثانيه يا اخي النجم الساحلي مقدم احتراز او شكوى او سميها ما تريد علاش يحب ياخذ حقه من التصرف هذا يهم الامن هو اللي ضر دونك الجامعه التونسيه والفيدراسيون لا الفيدراسيون التونسيان كي برون ديسيجن انديبوندمون دو فوتر رابور اما لا فما هيك الرياح نعم هو الفيزافي نتاعو الجامعه هو الفيزافي نتاعو الجامعه الجامعه يا اخي ما تنجمش تاخذ قرارها من غير ما تقدم لي رابور لكن فما الاشياء هذه ما انا با بيزوان لا انا با بيزوان اللي كان فما اخطاء نتناقشوا بلاي ستيشن هي فما اخطاء وقعت من الجماهير او على الامن اذا الجامعه تتخذ قرار ضد الجماهير هذه من غير ما يتدخل حتى من غير ما يتدخل النجم سينون كيفاش حموده ما فهمتكش بربي انا شكون اللي ضر في الحكايه الامن ولا لا الجامعه ويني والفيدراسيون ويني والرابطه ويني معناها كي تشوف ضرر ما تاخذش قرار انديبندامون تاخذوا القرار بدون اعتبار يقدم النجم او لا يقدم التقرير نتاعو لان فما اضرار وقعت في الصاد انت الجامعه ما انا وقتاش تدخل الجامعه كان كي واحد يشكي ما تجيش هذه سي حموده تفضل سي حموده تفضل انت هيك حاضر في البلاتو خويا تنجم تعبر على موقفك فيك وعندك لا تفضل لا تفضل كامل الوقت صديقي ما تقصوش على الميت تفضل حاجه اذا كان انت ما عرفش تطور عندك اطلاع على المجله التاديبيه وعلى نصوصها على الاقل المعروفه منها هل تعتبر انت الامني اوفيسيال او رسمي
من جملة الرسميين اللي عدتهم الفصول ولا أو نبدأ بالمنطلق هذا بيان سور كوي باح ملا في المجلة التأديبية ترتب عقوبات من الزيارة الرياضية نحكي معناها التأديبية الرياضية كما ترتبت كما تعاقبت الشابة في مقابلة الترجي مش إصابة متاع أمني تتلمى ضرب والمقابلة بان سور تيران الترجي ربحت لكن بقية العقوبات معناها طالت هلال الشابة اللي هي الخطية واللي هي معناها غلق الملعب ثلاثة مقابلات ونقو تعيين المقابلة من طرف الرابطة في مكان معناها ولا في ملعب محايد متفقين الحمد لله متفقين لا انت قلت هذه تهم الامل ليه استاذ سامحني راني بيتيت حليت بارانتيز باش نقول لك راهو الرابطه او الجامعه تدخل لورسكي لي حاجات غلطات من نوع هذا تعاقب من غير ما ترجع اللي قدمت انت رابور ولا ما قدمت سينون تولي كانها ابسونت على الميدان جمله على الحكايه فهمتي ايش نقصد ماتر باش نكمل نعطيك وقتك كامل طبعا باش ناقشنا خاطر كما قلت انت بعيد مش كما احنا في الميكرو لهنا باش نبدا الامور راه في كنف الديمقراطيه راه كي نتناقش نحبوا بالحق زادا نفهموا لانه ساعات نتحطوا في وضعيه جديده انه باش نفهموا شنو هي الارضيه الخلفيه وشنو كذا معناتها فقط تراه على نفس المسافه مع الجميع لحظات لحظات بسيطه في الاشهار ونرجع معك شامس على خاطر ديما نقدموا ونطمحوا للافضل باش نسهلوا عليكم بنك الوفاق يفرحكم ويعلمكم باش نرجعوا مع الاستاذ قيس بن احمد وباش نعطي الكلمه لاحمد ونيس نفس الحاله شويه انتم غزرتوا لها نتاع ماتش ستاد ولا بعد معناها فما الاجريسيون صارت على محكم الاجريسيون صارت على اوفيسيال صارت على اوفيسيال هو لهنا قطع نظر على الاوفيسيال شكون الفصل عددهم هو وحدد بالضبط شكون اوفيسيال من وين المكان عنده دخله في الملعب بطبيعة الحال هي ولا في محيط الملعب قلت لك راهو مش المستطيل الأخضر فقط معناها إذا كان أحداث خاطر المجلة التأديبية الرياضية تنطبق في إخلالات ولا في أحداث عندها سيلة بالرياضة مش نجم منطبقها مش في الشارع معناها وبعد بالضبط في الشارع هذيك مسائل أخرى حاجة رياضية ما عندها حتى علاقة أنيس تفضل أنيس ماتر صحيح على حكاية الأمن وكل شيء اسكو دخلتوا زاد حكاية معتز الزدام مع فهم النايفر ولا خاطر زاد هذيك يعتبر مسؤول دونك يعتبر أوفيسيال زاد كي يصير بالضبط يصير ذا ضربة تاع مسؤول هذا وجهة نظر النجم راموش انت راهو يهديك النجم الساحلي قال هكا وانت معناها متبني رايك ما عرفش الزدام موجود خاطر حكاية كان على الأمور الأمنية هو على الأمنيين انت قول اللي قالوا الماتر قبيل هاي تفضل احنا استندنا اليوم أمام الرابطة أو ركزنا على زوج نقاط النقطة الأولى اللي كنا نتحدثوا عليها اللي هي المسائل الأمنية والأحداث العنف اللي طالت الأمنيين ما غير ما نعاودوا نرجعوا في أكثر تفاصيل النقطة الثانية هي مسألة اللاعب رقم 19 هذايا معتز الزدام اللي كون بخصوصه الحكم بعد ما أشهر الورقة الحمراء كون كونه اعتدى بالعنف على ديريجون أو على مسؤول من نجم الرياضي الساحلي كيف نزيد نثبته أكثر نلقاه أنه المسؤول متاع النجم الرياضي الساحلي اسمه مسجل على ورقة التحكيم جواسي فاهم النيف اسمه موجود في ورقة التحكيم ولهنا كالعادة نرجع للمجلة التأديبية وللتابلو بي نقطة ثالثة اللي يحكي على العقوبات اللي يرتكبها اللاعب المحترف في الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم واللي فيها 24 شهر عقاب و20 مليون خطية والأهم من هذا الكل احنا نخلي العقوبات هذه ما تعنيناش كنجم ساحل لكن اللي يعنينا أنه التابلو بي هذا والنقطة الثالثة تحيل على الفصل 56 اللي كنا نحكيه عليه اللي يخسر الفريق اللي ينتمي له اللاعب هذا المقابله بار بيناليتي وصرنا النقطه هذه بربي استاذ بربي سامحني استاذ دقيقه المقابله وفات والملاعب يرتكب خطا وخذ الكرتون الكرتون روج نتاعو وباش ياخذ عقوبه اخرى ونرجع للريزلتا معقول هذا والله اللي وضع التشريع هو والله خليك خليك ما نشوف تفضل خليك الدليل انه
يقول قائل شنو السبب مالا شنو الشرعية متاع الورقة الحمراء اللي أشارها الحكم في وجهه بعد ما فات المقابل. تو سامبلومون ارتكب خطأ فظيع يستاهل عليه الكرتون لأنه استعمل العنف. الأصل الأصل في إشهار الأوراق وقتاش هو في الماتش أثناء اللعب. أثناء اللعب لا لا حتى وانت خارج. المهم وانك تقوم بخطأ وانت خارج الكرتون. وانت حتى داخل الميدان تتلمون بيان سور على قبل وأثناء وبعد وأثناء المقابل. وبعد مقابل هي معقول هو الفصل 56 والدليل على ذلك معنا سيني اللي صحت فيه جمعيات خذخل نسمع لا لا مش الجمعيات هذه التنقيحات تاع ديسمبر 2022 اللي عنده سؤال يتفضل مع المتر مش مشكل. أحمد صالح ما دوش أنا تدخل متاعي باش نقول فيه شوف ماذا خلف لنا كلاسيكو ردي جدل تقريب بالساعات تجيش من الطرف أو من ذاك يعني ما نقصدش الجماهير الترجي والنجم نقصد الجماهير يعني في 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 الساحل وفي تونس على كلاسيكو تقريب يعني شفنا فيه أشياء لا تليق بكرة القدم ولا تليق بالنجم الساحلي والترجي الذي تونسي. هل يعقل أن يتم شتم وقذف معناتها عثمان جنيح رئيس النجم الساحلي اللي هو ليجوند في الفوتبول متاعنا بالقوارير والشتم متاعه؟ هل يليق بالنجم الساحلي مسؤول يمد له ملاعبي يده باش يصافحه يرفض ويسمع الكلام؟ وهل يليق بلاعب كان في النجم الساحلي في يوم ما يركن مسؤول من النجم الساحلي؟ هل هذا يليق لا يليق بلاعب من الترجي التونسي الترجي مدرسة عريقة كما صدام يمشي يركن مسؤول من النجم الساحلي؟ هذا معقول؟ هذا 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 يعني هذا عبث؟ هل يليق بفئة من جمهور الترجي الذي تونسي تهبط من مدارج وفريق رابح وتمشي تعتدي على الأمنيين؟ هذه كرة قدم؟ هذا كلاسيكو كراكوز كلاسيكو العار. ماذا ماذا رأينا في هذا الكلاسيكو؟ أي فريق منهم عمل 4-5 باسات؟ كم سدد النجم الساحلي من كرة للمرمى؟ الترجي الذي تونسي قديش وصلت من مرة للكونت على النجم الساحلي؟ قديش شفنا من 5-6 باسات؟ وهذا الكل يزيد مع التحكيم. شنو الكرة؟ شوف الأهلي المصري كل عام تلعب لك في نهار الشامبيونز ليج وشوف الترجي والنجم الساحلي في شنو غارقين. هل هذا يعقل؟ نخليه خاطر احنا ريت خلينا الاكل ميريت انا نعمل جمعيه كبيره وتنافسيه وجمعيه تلعب كوره وتشيخ الجمهور وتلهينا في التفاتف لهينا في الكره. كيفاش ترجع كيفاش نجم تقرا اتونجيك متر عندك بطبيعه حق تعقيب لان احمد تو برك باش يتكلم عنده ساعه. الترجي يقول لك ما صار حتى شيء في الملعب، يقول لك جماهيري ما عملت حتى شيء على المدرجات، يقول لك باستثناء الشماريخ. كيفاش تقرا التناقض هذا بين النجم الساحلي اكد حاجه ترجي اكد حاجه؟ وزاره الداخليه خاطر المخرج برك لالي خاطر المخرج برك لالي. لا انا حبيت لا لا نعرف لا 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 لا, لا, لا بطبيعه انا فاهم انه النجم انطلق مستند نتاعو من سلطه رسميه عندها سياده في البلاد اللي هي وزاره الداخليه. اما نحكيو على الترجي كيفاش معناها تتناول انت البيانات زاد الترجي الذي تونسي زاد مدرسه عريقه وفريق كبير وكذا زاد لازمنا نصدقوا الواحد نتاعو نصدقوا النجم فريق عريق صدقوا داخليه وزاره السياده باش يكون صدقوا ثلاثه ونجم نقولوا زوز بيانات متناقض زوز اطراف متناقض. انا في تقديري مهدي يقعد التاويل التاويل نتاع الكلمه اللي بكري يناقش فيها المتر. هل ما وقع هو قال لك معناتها قدام البوابه 13-15 هل هل ذلك الفضاء يمكن اعتباره هو داخل الملعب او لا؟ اذا كان معناتها حاجه صارت وراء البيبان ولا داخل بعد البيبان الداخل هذا كيتسمى معناتها محيط الملعب. كان حاجه صارت ايور بصراحه معناتها ما تنجمش تكون بمحيط الملعب. هذا شكون يحدد لنا محيط الملعب معناتها؟ اسكو هو بيان داخليه قال لك الباب 13 والباب 15 يعني جمهور حبيب الارضيه الخلفيه الارضيه الخلفيه هل الارضيه الخلفيه معناتها وين الارضيه الخلفيه؟ خلينا نكونوا موضوعيين. ارضيه اش معناتها ارضيه؟ ارضيه يعني فما كازون ولا حكايه هكا ارضيه ولا ولا وين تاع الاتليتيزم بالك شيء هذاك اذا كان هذاك يتسمى الملعب عاد هكا يولي النجم الساحلي على الف حق. اما اذا كان حاجه صارت وراء وراء البيبان وبعيد على على التنات تولي ما عادش تولي محيط الملعب. هل تم اتخاذ عقوبات متر من هذا النوع من قبل في ما يسمى بالميدان الخلفي؟ فماش ديكا هكا صاروا معناها نجم نستندوا عليهم باش نفهموا اكثر موضوع في الميدان الخلفي؟ تو ما قلتوا ميدان خلفي احنا وزاره الداخليه وزاره الداخليه ولا ولا بربي سامحني دقيقه استاذ يا اخي هل انه النجم ماهوش موجود في الترا يعتمد في ما قالت وزاره الداخليه وكانه مش موجود مصدر رسمي؟ لا مصدر رسمي وحتى هو زاد عنده اثباتات خالد كان خالد نعم
شو السبب كي نستندوا اذا كان الفريق موجود ما لوين نقتصر تتلمو لموافقك موافقك تنجم تزيد تزيد ادله انت اثباتات بالصوره تنجم تكون مصورين الحكايه هذه والاستناد لوزاره الداخليه خليتك سامحني عاد لازم نحكيوا بامور منطقيه راه مانيش باه ركز معي وسائل الاثبات اللي تعتمدها الراب اللي هي جهه تاديبيه معدده بالقانون عندك ورقه المقابله وعندك تقارير بتاع الرسميين الكورديناتور ومراقب المقابل وعندك التقارير الأمنية معددة بالنص معناها حتى الرابطة كيف تجيب لها أنت وسيلة إثبات أخرى غير هذوما قل لك لا هذه ما تلزمنيش وما نعتمدهاش احنا المنطلق متاعنا قلت لك هو البلاغ اللي هبطته وزارة الداخلية قالت راه صارت أحداث عنف أثناء المقابلة مسألت في الملعب الأرضية الخلفية كذا ونتحروا فيها هذيك ونثبتوا فيها لكن بالنسبة لنا هذا تقرير أمني واضح وصريح ارتكاب أحداث عنف تترتب على عقوبات رياضية اللي هي الفصل 56 السؤال قلت لي صارت قبل ولا ما صارتش الحقيقة ما عنديش علم لكن احنا ما اللي نعرفه أنه وين فما اعتداء على أمني أثناء مقابلة يتطبق الفصل هذا وكما قلت لكم صارت في مقابلة الشاب وصارت في مقابلة أخرى تقريبا حتى المحمدية وين فما رسمي ولا أمني يتعرض إلى عملية عنف ويبدأ ثابت الرابطة سلطت العقوبات يعني ما يش بدعة وما يش جديدة سبق وصدرت العقوبات هذه ومتأكد اللي بجي تلتوا حتى في المستقبل إن شاء الله لا لكن علي نشوفه فيه يمكن تلتوا عطى شنج خاصة في البطولة تعقيب بربي متاع على أحمد اللي حكاه قال معناه الكلاسيكو صحيح المستوى الفني ما كانش معناه مرتقاش حاجة كبيرة لكن كنت أسمع فيه يحكي معناه ويعطي في بعض المواعظ وغيره مشكوره هذا من حقه طبعا بما أنه ناقد وصحفي عنده سنوات ربي في الله في الدومين هنا نحكي على حاجات شفتها في الدومين أبي سيش خليك تفضل مات كنت نخير مثلا أحمد وهو متابع كبير للشأن الريالي مثلا يا أخو موقف من الحملات اللي قاعدة تصير من التجيش ما قلت كلمة التجيش خويا شوف أنت التجيش اللي قاعد يتعرض له فريق يتعرض له فريقنا ولينا معناها الخبز اليومي نتاع بلاتوات رياضيه واللي مش رياضيه اكثر من رياضيه ناس تبات وتصبح وتقوم وتقعد بالنجم الرياضي الساحلي ديكرونيكور جبدوا الاتوال ها في بطوله بابا فما ديكرونيكور جبدوا لهم الترجي استاذ فما ديكرونيكور جبدوا لهم الترجي شوف الموجه الغالبه شوف الموجه الغالبه نعرف كان الاخبار ولا النشره الجويه ما نعرف انا مانيش اللوم على هذا على هذا اللوم اللي يعمل في ثنائيات لاثاره اسمع لاثاره هالضجه هذه ولتجيش الناس لانه فما ثنائيات ما عادش تنجم تتعدى في الوقت هذا بالذات يظل يفهمنا بعضنا اي معناها مش جهتين يا ماتر يا ماتر نحب انا معاك ندين كل اشكال التجيش في الاتجاهين لانه فما تجيش ضد ترجي فما تجيش ضد نجم الساحل صح ولا لا استاذ ما ننكروش هذا مش جهتين استاذ فهم زاد ما نجم ندخلوا في منطق الفعل وردة الفعل هذيك بعد حاجه اخرى كل متلقي ومتقبل كل شيء يتقبل اما لاكت للاسف موجود الفعل المشين هذا في البلاتوات ناس هكا ناس هكا مش بيه كواقع موجود ولا ننكره موجود صح. يعطيك صح لكن خليكم انتم الصحفيين المحترمين شكرا. على الاقل تقولوا معناها كلام موزون يسمعوا العاقل ويسمعوا الجماهير مش نتبعوا معناها اشباه محلين والله يا ماتر صحيح ومهرجين برتبه مهرجين يمكن تجيبوهم في رمضان والله ينجم يعني يخليوا رواحهم في الظلم هذاك ربما لا لا لا, لا 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 ما غير ما نعملوا حتى اشارات لحتى حد راهو بارك تقريبا لا نحكي على معرفش مانيش مسؤول على فهمك نحكي بالغلط انا نفهم بالغلط الله غالب بربي استاذ الحق يعلو ولا يعلى عليه احنا البارح نتفرجوا في الماتش اون ديريكت نتفرجوا في الماتش اون ديريكت بينالتي قانونا صحيحه قلنا ما حقهاش تعطات اكثرش من هذا لانها الكره ما نجم يقتلها تعد قلنا البونتو الثاني الاربيتر الفار ما تدخل الجمله وما عطاناش التصويره باش نثبتوا فيها اش فما معناها الحق راهو يتقال ويتفرض ويتفرض انديبندامون راهو ما عندناش ميل لا هذا ولا ذاك احنا نقولوا الحقيقه نعرف ولا نعرف انا قلت لك انت جبت على الصوره قلت لك فرصه خل نحيوا المخرج انت جبت لك دخلنا في حيط هو ما عطاش اعاده وما يختار في الزوايا
وانتم تبارك الله وزيد وزيد كمل عليها بالامن ما فهمش حموده توضيح ولد الاعلام هل انه المخرج يخرج للبرا لمحيط لا 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 لا, لا, لا هو يقصد المحيط لا الانتيريور سي سي ديكستيريور في بارتي لا بارتيور انا سؤالي نرجع له من البدايه الاكستيريور ما يدخلش في اللعبه الداخل في اللعبه بيان سور لكن ما يضربوا 25 مصاب لكن الضرب القاع برا ما يدخلش في الطرح جمله سامحني 25 امني ما راهم حد يبدو انه في المحيط مش الداخل لكن كان الداخل لكن البرا ما يدخلش فيه واذا الداخل المخرج وينه نوضح نقطة بخصوص النقل التلفزي. المخرج راهو يجي قبل الماتش يعمل لون بلاسمون تاع لي كاميرا نتاعو في الستاد اونغلو بوزي وحده تصور سونترال الاخرى ورا الكاس الاخرين تاع لي زورجو مربوط بعدد معين تاع الكاميرا عمري ما نيت مخرج في العالم باش يجي يحط لك كاميرا تابعه الكار اللي هو سويتشي فيها في المحيط نتاع الملعب ولا ورا الجراد هذيك ساعات يعملوا ستريمينغ بالصحافي يخرج لايف يسال الجمهور ولا شنو المخرج عنده المدارج وعنده الارضيه نتاع الملعب بالنسبه زاد حكايه الفار من حملوش هيثم شلحه زميلنا ما لا يحتمل راهو في غرفه الفار عندهم السيرفور ولي كاميرا نتاع محدم راهم هم سونسي يرجعوا للاعاده التلفزيونيه وقتها هم يحبوا يرجعوا له يرجعوا له اما راهم عندهم لي كاميرا نتاع محدم تقع عنده 4-5 كاميرا قدامه هي يعني سداو الفار في العالم كامل كي مش مربوط باللقطات اللي عاديه من مخرج لازمنا نفهم في الماتش في البوتو في البوتو تاليت ماركا ما فقنا باللي فما مشكله في البوتو كان بعد ربع ساعة كي عاود الفار هذيك في غرفة الفار لا 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 نحكي أنا في الإخراج التلفزيوني بعد ربع ساعة عدى الأكسيون كيفاش الأربيتر هكا وكيفاش الكرة تلعبت من الشير هذيك أما وقت البونت وما رجعش للواحد رجع خذا مقصوصة ما يسالش كي توضح ما المخرج ما عندوش علاقة بالفار راهو المخرج يا ناس ما عندوش علاقة بالفار هي مش عليك أنت يا ناس راهو نوضحوا ما نحكيش على الفار الرالونتي اللي خدم بها الرالونتي اللي خدم بها اللي ورانا هكا ولا مهدي وقت نحن قاعدين فقنا بها بعد قديش الرالونتي البوتو خذاك البارتي باي فسر لك حاجه فسر لك حاجه راهو المخرج ساعات يبدا في اللايف شويه رياء ريانو فول لايف معناتها يلزم المخرج يتبع الكره في اللايف ساعات مخرج يرجع لك للريبلاي بعد ما درجي اما الرالونتي ارجع لك من الاول ارجع لك من الاول يا خويا علاش رجعت لها بعد ربع ساعه علاش لهنا تولي بوان انتروغاسيون لعبت تسال انيس بوركو بيكور ما تكلمش على انيس دقيقتين بربي تفكرت تفكرت ماتش البرسا والاتليتيكو نفس الغلطه وقعت وبونتو ماركيت والاتليتيكو والغلطه وقعت بعد الدوزيومتر نتاع الاتليتيكو ورجعوا الى بيت اي تي انولي وقت اللي رجعت الكار رجع المخرج رجع من ديبار دو لابال علاش ما رجعش من ديبار دو لابال في الثانيه انا يظهر شنو ولا اخطر من اللي زارفيتر سونتر حبيت انه زاد طرف يكون مترجل التونسي حاضر لكن يبدو انه مش مستعدين باش يتكلموا تو ويقول لك احنا عملنا البيان فقط هذاك البيان الرسمي نتاعنا وترجي اصلا ما جاش للاجتماع نتاع الرابطه وترجي حسب ما نعرف انه معناتها فماش ناطق رسمي انه باش يتواصلوا معاه مباشره وبالتالي اي مسؤول من الترجي التونسي مرحبا به اذا كان يحب يدخل معنا الاستاذ قاسم بن احمد ناطق رسمي نجم الساحلي خلونا نهيو هذا بمساج ايجابي بربي يا استاذ والله احنا ولينا هكاك نحبوا نطيحوا شويه الواحد تعرف انا سعاد يجيني يحكي معايا مثلا اني تواليست اللي هو معناها تلقاه متعصب يقول لك الكره محلاها قبل عام 94 يقول لك انا نتفرج على الترجي الزمالك ونشجع في الترجي خاطر تمثل تونس ولقب كذا يجيك مكشخ وهذه راهي برشا صارت راهو ولا كلوبيست ولا كذا يقول لك في ماتش الاهلي المصري عام 2007 فينال راني نشجع في الاهلي في النجم الساحلي وفي كوب دي مون دي كلوب راني شجعت الاتوال ضد البوكا وضد كذا علاش ما نرجعوش هما هكا نحسوا ببعضنا شويه نطيحوا شويه راهي بلادنا بلادنا راهي عندنا انحطاط اخلاقي كبير وصلت لفتره خايبه برشا حرجه هالجروبات وهالواحد فاز دورنا علاش الريفاليتي موجوده في الفوتبول؟ لا موجوده تتجاوز الحد المعقول التنافس بين الناس واحد معاش نجم الفريقي يعطي شيء يقول الشامبيون هو التنافس بين الفرق الكبيره كيما النجم الساحلي والترجي ونادي الصفاقسي والفرق الكل باهي اما كي يتجاوز الحد تولي فيها جهويات وفلي فيها كره وحقد تولي خايبه كي تخرج عن اطارها ماتر ما نعرفش شنو رايك في الكلام اللي انا قلته تو نتاع تهدئه وانت كذا ما نعرفش علق الاستاذ اذا كان ينجم يعاود معنا مش مشكل سينو ما نعرفش اذا كان هو من ارادته معناها ما عادش بكري عليه مش مشكل ما فما حتى اشكال مثال شوف نسق معاه اذا كان مازال يحب يعطي كلمه الختام والا
هذه المتخلف. انا باش نعلق على كلامك انت. للامانه ما كنتش عاد الجمله في توزيع البلاتو. انيس ما تكلمش واحمد سمع صوته 4 دقائق فقط. انيس عمل 30 سبعه. انا باش نسكت اللحن ونولي نعاود نكذب. انا وياك تكلمنا برشا ونرجع لك. اخويا ان شاء الله تهدى الامور. اخويا نحبوا كوره للكوره وكا هو يزينا. شنو سي عثمان معناتها ليجوندير يا ودي ما نحكيوش لك كوم كوا اللي راهو كان ايكيب ناسيونال وجوار كبير يصير فيها هكاك. تصور انت مثلا مالاش تولي هاي كي يمشي رئيس الترجي سي حمدي المد بالسوسه زاد نعملوا له هكاك ويمشي كل بريزيدون دو كلوب يمشي البلاصه نعملوا له. مش معقول اللي صاير ياسر ياسر. دخلنا في ازمه اخلاق في البلاد بالحق معناتها يا خويا ولزم قوانين تتصير يا خويا. كان فما نعملوا انترديد دو ستاد يا خويا فما عباد نحن خير من الانجليز الهوليغانز فما راهو عباد جي غاديك باش تعمل مشاكل مش باش تفرج. كان تقول له اعطيني شكون ربح وشكون واحد والله لا يعرف عليه. ليه مش معقول اللي قاعد يصير. راهو نحكي على الناس كلها كورتنا ولينا نحكيو هاو شكون الاربيتر هاو شكون هاي الفار تو شكون الفار ولا شي فار ولا مشكله في البلاد. احمد الكراهيه تونجيك حموده الكراهيه نسبه